يا اهلا وسهلا، اليوم اول يوم ولاول مره راح اشتغل بسيارتي الجديده التويوتا لسينا. خلينا نشوف ايش قد اقدر اطلع اليوم. بس قبل ما نبلش الفيديو خلينا نوصل هذا الفيديو الى 20,000 لايك، واللي ما مشترك خليه يشترك بالقناه وخلونا نبلش الفيديو. Busy today. Well, it's gonna be very busy, yeah. For Oktoberfest. Actually, this weekend and next weekend, we should be busy here. Mm-hmm. And I will get out on his side and thank you very much. Yeah, very welcome. Have safe travels to LAX. Thank you. I hope they're nice. I hope too. Not assholes. وأني هسه بالطريق جاي أوصلهم، جاني طلب، بس هذا الطلب اللي هسه قبلته تجيني من عنده 225 دولار، بس المسافة اللي لازم أقطعها هي 170 ميل. أعتقد يريدون يروحون لوس أنجلوس، خلينا نشوف وين يريدون يروحون. أنا آخر مرة قلت بعد ما أقبل طلبات بعيدة، بس لأنه أنا توني بديت يومي والمبلغ همين أحله 225 دولار ما عدا التب، يعني أقل شيء مكتوب راح يعطوني تب 25 دولار، يعني 250 دولار. الوقت هو أعتقد ساعة ونص إلى ساعتين سياقة. خلينا نشوف، أنا ما عندي مشكلة، السيارة مريحة وهي ما سفر أصلا. وصلت لهذا البيت اللي هو على اليمين. Getting closer from here, yes. You like my daughter, she can do everything with her car. She's got the ugliest car you've ever seen in your life. it's very expensive. It's ugly. It looks like a, you know what a paddy wagon is? What I know, there's a G-Class. This is the most popular car. G-Class. Yeah, this one's way expensive. Yeah. And it's ugly. توقفنا هسه هنا لانه تريد تروح للحمام، بنفس الوقت انا هم اريد اروح للحمام واريد فد شيء اكله. خلينا نشوف هذا الكولز، ولا هو هذا مال ملابس، يعني يبيعون ملابس هنا، بس اكيد عندهم حلويات شغلات، يعني لانه الطريق ازدحام. والله خوش ملابس هنا يبيعون. هاي حلوه البناطير، عجبتني هاي النستلة، مبين عليها فد شي. شوف الله، ناخذ ذي. هاي همينة، هاي شنو هاي؟ خلي اشتري من هاي همينة، ما اعرف ليش بس هاي عجبتني. شوف اكو اشكال انواع بيها، خلي نجرب هاي، ما اعرف شو شكلها عجبني. شوفوا شكلها، يعني حتى غالية هي مو رخيصة، يعني الوحدة سعرها 4 دولارات، بس مبين عليها فتشي فتشي. رهيبة هاي، لو مشتري منها بعد. كلش طيبة، كلش طيبة على قوت بوبو، كلش طيبة. بالمناسبة هذا وقت الانتظار محسوب عليها، يعني الحسابة بتحسب هسه حاليا، بتاخذي راحتك حتى تظلين ساعة عادي، ماكو مشكلة. هواي مقصرين وياي باللايك، هي ضغطة زر، انطي لايك، واللي ما مشترك خليه يشترك. نفتح الباب. Terrible sense of direction. Yep. And I was in quite the hurry. That's all right. When I went in, I was not looking at anything but signs for the bathroom. It's two stories, this Kohl's. Yeah, I bought some snacks. Huh? They have snacks. Oh. But they don't have anything to drink. Are you sharing snacks or are you just letting me know you have them? Oh, you like snacks? What this one is very good. Do you have something other than chocolate? Chocolate's okay. It's a chocolate, yes. Okay.
Ooh. It's so good. Mm-hmm. A little surprise. طبعا هذا الفندق مع الناس يعني طبقة الراقية كلش. شوفوا هاي الجي كلاس القدامي سلمت عليها ونزلنا الغراض. وطبعا جت هاي البنية بخلوا غراضها واني كلش جوعان. كومبليت اوبر اكس هيك خلصنا لانه هسه لازم اروح اشوف لي مطعم لانه كلش جوعان. خوش قاعدة هنا خلي نسوي لنا طلب. ناو هايرينج هاي وين ما تروح تلقى هاي القطعة ناو هايرينج يعني محتاجين عمال. هلو جيب لنا مونستر هميني لأنه محتاج طاقة. هذا شنو هذا جديد؟ هذا أحسن. هذا You can go. خلي يفوتون الجماعة نعطيهم مجال. شوف من أحد يفوت قريب عليه ظل سوي طيط 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 طيط. هسا إحنا بوسط لوس أنجلوس داون تاون. هذا وسط المدينة هسا اللي أنا بيه حاليا. Hi for Anna. Yes. How are you? I'm good. How are you? Good. Is this automatic? It is automatic. Good luck for you. Oh, this is a very famous place. Yeah. That's the street, right? Yeah, you can go right now. Thank you very much. Yeah, thank very you. Welcome. You have thank a nice you. Day. Thank you. Have a nice evening. You too. طبعا هاي رحلة هسه راح اخذها همية تقريبا راح ينطوني 45 دولار. خلينا نشوف. اتصل علي. Hello? Hi. We're on the other side. We'll walk into you right now. Can you just wait for a second? Yeah, that's fine. Yeah, I can see you from here. Yeah, wait for us. Yeah. Oh, okay. Okay. Lisa! يا بجو الجماعة يقولون إذا تقدر تنتظر بس يا أبا هذا المكان. خلنا نفتح لهم الباب. لازم إلا بارك كلها تنفتح الباب. Hello. Hi. Yes, I'm Jafar. I'm Josie. Hi, how are you doing? Okay. Hi. Oh, I could go back. I'll go back. Yeah. Got a copy note? Yeah, I got it. Thank you. But I'm glad that you didn't even know what was going on. Yeah. No. Which is a good thing. That's where, like... Yeah, you're welcome. Have a good day or night. Thank you. Thank you. You're welcome. هساني وين؟ هساني ما أعرف أني وين. بيا مدينة. خليني أرجع من هنا. Yes sir. Hi, how are you doing? Beautiful. Thank you. Well, thank you. Oh, let's go. Thank you so much. You're friend. Welcome. Have a good night. Make your money. Thanks. يقول حاول تطلع من هاي المنطقة لأنه هاي المنطقة كلش خطرة. يعني ظهر بها عصابات. وقلت له ما أعرف بهاي المدينة يعني هاي أول مرة أني أجي هنا. قال يعني دير بالك. حاول تروح بالداون تاون أو تروح بمكانات. يا بي صارت الدنيا الليل حاليا الساعة 7:10 واكو طلب رايح اجيبه يبعد عني بعد تقريبا قد 3 دقائق اخذه. واني هسه قريب على المطار يعني هذا المطار يمنه ويسره صاير مطار لوس انجلوس الدولي. هاي 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 دوين. I'm good thank you.
Are you busy yet, or you're super, super busy? It's very busy today. Oh yeah, you're gonna be super busy. How do you move this? Because it's too forward. Oh, you, oh, we can exchange, babe. It's too far up. Oh, give me 1 second. So let me move. Let me go over there. Oh, I'll stay right here. No worries. Yeah, you can close it. Yep, you can close it. There you go. Okay. Yeah, it's gonna be busy tonight. Yep. There you go. Drive high, get the Y. That's what's on the freeway. Yeah. Drive high, get the Y. So you better drive low. That's funny, yeah. Awesome. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. You have a good evening, okay? You as well. Thank you. جتني رحلة قبلتها المبلغ راح يجيني من هاي الرحلة $80. بلكتي راح يقربني على سان دييغو لانه انا هسه ابعد على بيتي تقريبا 2:05. خلينا نشوف هذا وين راح اروح اوصله. هسه انا بعد دقيقه واوصل يمه. انا ما اقدر اصور لكم من تجيني الرحله لانه هي تجي على السريع، يعني عندي يمكن 7 ثواني او 8 ثواني واقبل، يعني ما اقدر اخلي الكاميرا. طبعا عندي انا كاميرا جو برو جايبها وياي، فمثل ما تشوفون يعني كلش بزي يعني مشغولين، فحتى الكاميرا براسي ما اقدر البسها. شنو؟ ما راحت السالفة. فاكيد لا تنسون اللايك والاشتراك. يا بترى ما بقى شيء على 10,000 ونصير 200,000 متابع. بالمناسبة اذا وصلنا 200,000 متابع راح اسوي جيف اواي، فشي كلش حلو ومرتب. فشاركوا الفيديو ويا اصدقائكم حتى نوصل 200 ونسوي جيف اواي، نوزع هدايا، فشي مرتبه يعني. Sit if you like to. Okay. Sit right here. Yeah. Head to your drop off at 453. شيكت بالخريطة، أني أبعد على بيتي 55 دقيقة، وهمزين هاي آخر رحلة ذبيتها قربتني على مدينة سان دييغو لأنه كنت 2:30. عموما هسه نجي على الإحصائية. بالنسبة للمبلغ اللي طلعته الإجمالي هو $486. هذا 8:26 اني اونلاين، يعني مشغل برنامج 8:05 ناس صاعدين وياي اللي هو الاكتف، يعني 20 دقيقة اني واقف ما عندي طلب او بين ما اروح اجيب طلب يبقى البرنامج شغال، يعني 20 دقيقة يعتبر هذا جدا ممتاز. اول رحلة البنية اللي جبتها من سان دييغو الى لوس انجلوس، او كانت هي ثاني رحلة، انطتني $250، $228 مال رحلة و $25 انطتني بخشيش. وهسه نجي على نقسمهن شلون يعني الارباح. بالنسبة للمبلغ الاجمالي انا راح اطلع $86، راح تبقى $400. من ضمن هاي $86 انا حاليا السيارة بها نص تانكي بنزين، يعني تخيل يعني اكثر من 8 ساعات بنص تانكي بنزين. نص تانكي بنزين راح يكلفني $40، وبقت عندي من 86 $46. هاي اعتبرها تصليح مال السيارة، دهن مال السيارة، عطلات مال السيارة، تبقى عندي $400 خلال 8 ساعات، يعني بالساعة الوحدة $50. وهذا المبلغ يعني جدا ممتاز. $50 يعني رقم جدا عالي، يعني احنا نحكي على مينيموم ويج. المينيموم ويج اللي هو ساعات العمل الحد الأدنى ولاية كاليفورنيا هو $15، بس خلينا نقول أقل بزنس أو أقل عمل هسه تروح تشتغل به هو $20، وأنا بشتغل بالساعة $50، وأقول الحمد لله والشكر. أهم شيء على الصحة والعافية، أنه أنا راح أرجع للبيت أنه سالم، عندي هذا أهم شيء. وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. أكيد لا تنسون توصلون هذا الفيديو إلى 20,000 لايك،
وأشوفكم في فيديو ثاني. مع السلامة. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.